السلام عليكم. في الفيديو هذا غنشوفو كيفاش تأكد من المعلومات بأن الكاميرا ديالك خدامة. كيما كتشوفو كيما كتشوفو هنا كونيكسيون سي بي سي فيكس تي ان اس سي فيكس فيكس هنايا انفيرك لا ديسكريبشن هاهو مثلا فليغ كاميرا نيتورك ديفيس تو ديال تو هنا فيزيكال ادريس هنا صفر صفر 40 كتغير شي واحد سبعة اف صفر سبعة صفر ثلاثة واحد او هنا دي اف سي بي انيبلد هنا يس كتبو يس هنا اوتو كونفيجريشن انيبلد يس كتبو يس وهنا اي بي ادريس 192.168.0.1 صفر واحد الاي بي هنا سابيت ماسك كتقول لك 255.255 كل مرات صافي. هنايا ديفولت بيت واي ما فيها والو هاي كتلقى خاوي فيها هاي هنا خصها تكون خاوي كاين شي خطأ هنايا دي اش سي بي سيرفر هذا اللي فين الخط الأحمر جوج خصو يكون بحال بحال دي ان اس سيرفر كون ديال الكونيكسيون سيرفور 192.168.0.2 صفر جوج 192.168.0.2 صفر جوج هنا ليت او تنيت بس ليسي هنا مبينش مزيان هنا لكن هنا لاس او ليس ليزي اوبتينيت هاهو هنا كيعطيك هنا فريدي فريدي مارس كيعطيك هنا النهار تا يوم جمعة مارس فرنس كيعطيك سهل كيعطيك لادري النهار و الشهر جوج صفر جوج 2007 كيعطيك بي ان الوقت كيعطيك مثلا من 5 و49 دقيقة هاهو هنايا ليزي اسبو ريس مثلا وهاد النهار غادي نغد لهاي ساتيو جاي ماش 10/2007 وكيعطيك عاوتاني الوقت دونك هنا من هنا كيبين لك بأن هاد الخط أحمر هنايا لأن راه مع لأن خصو يكون هادو متابعين عندك 192.168.0 صفر جوج 192.168.0 جوج يعني بحال بحال نفس دي السيرفر دي اش سي بي سيرفر دي ان اس سيرفر سيكون بحال بحال في الارقام 192.168.168 هنا صفر جوج هنا صفر جوج المرابين ديال الكاميرا هنا بحال مثلا كاميرا نيتورك ديفيس فيزيكا ادريس ديسكريبشن وصف هاي فلاح كاميرا نيتورك ديفيس تو هنايا راه كيقول لك هنا الشاشة بوكس كيقول لك المعلومات السلام عليكم.